أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن تهنئته لمصر وشعبها على الإنجازات التي تحققت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي، أكد الرئيس الموريتاني إن قوة مصر هي قوة للأمة العربية. أهنئكم وأهنئ الشعب المصري على الإنجازات العظيمة التي تحققت لمصر في العهد الميمون لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحق لنا جميعا أن نعتز بهذه الإنجازات، لأننا نعتبر أن كل ما أنجزت مصر هو لنا جميعا، فقوة مصر هي قوة الأمة، وبالتالي إذا كان الوضع في مصر حسنا فالوضع عندنا كلنا حسن.